السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدة، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. حول يوم عيد الوطن كتب سمير داود حنوش: لم يميز هذا اليوم الاستثنائي عند العراقيين سوى العطلة الرسمية التي منحتها الحكومة للشعب ليستريح من عناء الازدحامات وقطع الطرق التي سببتها التظاهرات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول، وهو اليوم الذي قرر العراق أن يحتفي به يوما وطنيا بذكرى انضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة بوصفه بلدا مستقلا صاحب سيادة. أصبح الثالث من أكتوبر تشرين الأول عام 1932 يوماً للاحتفاء به سنوياً. لم يشعر العراقيون بالفرح والبهجة والاحتفالات التي تطغى في كل الدول والأقاصي وهي تحتفل بذكرى استقلالها، بل غابت عن أكثر العراقيين أسباب تسمية هذا اليوم بالتحديد يوماً وطنياً، فهو يوم عالي كالسابقات واللاحقات يحذف من رزنامة العراقيين المليئة بالأحزان والفوضى. يؤكد أن احتفالهم بالعيد الوطني ربما لم يحن أوانه، أو أنه سابق لموعده في بلد منهك الإرادة تتقاذفه أمواج السيادة التائهة في بين دهاليز السفارات وبيادق الأحزاب والكتل التي تحركها خيوط اللاعبين من الخارج ودول الجوار. في كل الدول التي تحتفي باستقلالها تقام الاحتفالات ومباهج النصر إيذاناً بهذا اليوم الاستثنائي إلا في العراق، إذ اختفت تلك المظاهر حتى من وسائل الإعلام المحلية. هو اليوم الوطني للعراق الذي أقر للاحتفاء به، فهل حقاً كان هنالك من يحتفي به؟ وهل زينت الشوارع وغسلت الساحات وازدانت الأرصفة ورفعت اللافتات؟ ستجدون الجواب عند الذين ينتظرون سيارات القمامة والنفايات لالتقاط ما يمكن أن يشبع جوعهم، أو المتسولين الذين ازدادت أعدادهم في الشوارع ببلد ميزانيته الشهرية تعادل ضعف موازنات دولة من دول الجوار السنوية. ستجدون الاحتفال في وجوه اليتامى والأرامل الذين أغلقت السلطة بوجوههم كل أبواب المساعدة وتنمرت عليهم. سيكون الجواب موجوداً أكثر من ذلك عندما تجدون شعباً يحتفل بيومه الوطني، وهو الذي رحلت عن حياته كل تلك الأفراح والمسرات في مكابدة لزمنه الصعب على أمل أن يأتي ذلك الفرج. إنه العيد الذي أقر للعراقيين على حين غفلة، حين تمخض الفيل فولد عيداً، ولكن بأي حال تعود يا عيد؟ الأخطاء الطبية تتمثل وفق القانون العراقي في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر وعدم الالتزام بالقانون وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي، فلا بد من أن تقتضي العمليات الجراحية المحافظة على الحياة وأن تكون ضرورية وملحة وبموافقة المرضى أو ذويهم بعد قيام الأطباء بتنبيههم بمخاطر العمليات. فإذا ما لحق ضرر بالمريض أو توفي نتيجة استشارات خاطئة أو صرف علاجات غير صحية أو إجراء عمليات جراحية خاطئة وبشكل مباشر أو بمضاعفات، فإن الخطأ الطبي هو السبب، والطبيب أو مقدم الخدمة الصحية يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية. تقول صحيفة المدى في تقرير لها: إن تزايد حالات العاهات المستديمة والوفيات نتيجة الأخطاء الطبية التي تمثل خروجاً عن قواعد المهنة وأصولها يستدعي الإسراع بتعديل قانون العقوبات وتشديد بنوده كي تكون رادعة للمستهترين بأرواح المواطنين. يتكرر في العراق بين الفينة والأخرى تسجيل حالات الوفاة من جراء أخطاء طبية خلال العمليات الجراحية خاصة، أو بفعل مضاعفات جراحات تجميلية مثل شبط الدهون، ويفترض أنها آمنة نسبية. ومن إحدى أكثر هذه الجراحات المرتبطة بتلك الحالات هي جراحة قص المعدة،
إذ يتوالى تسجيل حالات وفيات بسببها في كثير من المستشفيات الخاصة في العديد من المحافظات العراقية، ويأتي ذلك وسط تصاعد دعوات المواطنين إلى الارتقاء بالجانب الصحي المتهالك وبتغليظ العقوبات على مرتكبي الأخطاء الطبية وتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، وخصوصاً فيما يتعلق بجراحات التجميل والتنحيف. ويقول أستاذ القانون العراقي محمد السامرائي: انتشرت مع الأسف في الآونة الأخيرة الأخطاء الطبية بشكل واسع في العراق لأسباب كثيرة، أهمها الإهمال وعدم الالتزام بالآليات والقواعد الطبية لمرتكبيها، علماً أن العمل الطبي الجراحي بهدف المعالجة مباح قانوناً وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون العقوبات. نشر موقع فاستنيك كافكاز الروسي تقريراً تحدث فيه عن احتمال رفع الولايات المتحدة التجميد عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية وتبادل الأسرى، بحسب ما تداولته وكالة نور نيوز الإيرانية. وقال الموقع في تقريره إن تبادل الأسرى ينبغي أن يتم تحت وساطة إحدى دول المنطقة. وقد أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العديد من المناسبات إلى أن سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن تأتي بنتائج عكسية باعتبارها تعزز التقارب بين الدول المستهدفة بالعقوبات. مع ذلك لم يشهد تاريخ العلاقات الدولية ذوبان الجليد بشكل مفاجئ، خاصة بين الدول التي ظلت المواجهة قائمة بينها لعقود. وقع تجميد أصول إيران من الدولار الأجنبي منذ سنة 1979 عقب الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي الذي كانت توجهاته تخدم مصالح واشنطن. أربكت قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت في شهر أيلول سبتمبر في سمرقند التي عقد بوتين على هامشها اجتماعات مع قادة الهند والصين أربكت الخطط الأمريكية، وبعثت برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي مفادها بأن العزلة الدبلوماسية الروسية قد أخفقت وأن الهند والصين تشتريان النفط الإيراني منذ عدة سنوات في تجاهل للعقوبات الأمريكية، وهما تعملان منذ شهر شباط فبراير على إعادة بيع موارد الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. النتائج المنبثقة عن قمة سمرقند دفعت الولايات المتحدة إلى إلغاء تجميد الأصول المالية لإيران في محاولة للحصول على نفطها، ووحده الوقت كفيل بالكشف عما إذا كانت الدول الغربية سترفع الحظر أم تواصل شراء الطاقة عبر وسطاء. السعودية أعلنت أنها لن تزيد إنتاج النفط مستبعدة إمكانية تعويض الإمدادات الروسية، لأن هذه الإجراءات ستهز السوق وتؤدي إلى انخفاض سعر المواد الخام. جميع هذه العوامل تجبر الدول الغربية على التفاوض مع إيران. قالت مجلة The National Interest الأمريكية إن روسيا قد تكسب الحرب في أوكرانيا في حال استخدامها لسلاح نووي بذريعة الدفاع عن أراضيها بما فيها المناطق الأوكرانية التي ضمتها مؤخراً. وأوضحت المجلة في مقال للكاتب دان غورا أن فشل جهود بوتين الأولية في تحقيق انقلاب ضد أوكرانيا وفشل حملته لاحتلال أراض شرق وجنوب البلاد دفعه للتوصل إلى طريقة لتحقيق الانتصار من خلال التظاهر وكأنه يخسر. ذكر الكاتب أن تحركات بوتين الأخيرة المتمثلة في إعلان التعبئة الجزئية وإجراء استفتاءات في الأراضي الأوكرانية تعد بوادر لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا. قال إن القادة الغربيين سيجدون الرد باستخدام سلاح نووي لا يمكن تسويغه. ونقل عن مسؤول حكومي ومفاوض أمريكي سابق بشأن الحد من الأسلحة النووية قوله: لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوة تصعيدية، بالتأكيد لن ترد بالأسلحة النووية. إذا وصلت القوات الأوكرانية المدعومة بالأسلحة الغربية هجومها المضاد فإنها ستشكل تهديداً على الأراضي التي ضمتها روسيا حديثة. وحذر الكاتب من أن بوتين سيرد بما حذر من فعله مراراً باستخدام الأسلحة النووية، سواء أكان استخدام النووي ضد هدف في أوكرانيا
أم كان مجرد استعراض؟ فإن التأثيرات هي نفسها، وهذه الخطوة ستقوض من دون شك الدعم الغربي لكييف، خصوصاً أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لن يردوا بالمثل، مما سيؤدي إلى انهيار الحلف. وبالنظر إلى الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة أو حلف ناتو على مدى العقود الماضية، فإنه من الصعب للغاية على واشنطن فضلاً عن حلف ناتو الرد بالمثل، حتى لو كانت القوات الأمريكية وقوات ناتو هدفاً لهذا الهجوم. وما لم يكن الهجوم النووي هائلاً، فإن ممثلي حكومات الولايات المتحدة ودول الناتو دائماً ما تختار الرد بحملة تقليدية مكثفة أو التراجع. وفي حال استخدام بوتين سلاحاً نووياً ضد أوكرانيا، فستكون الخيارات الغربية محدودة أكثر، خاصة وأن أوكرانيا ليست عضواً في الناتو ولا تحميها المظلة النووية للحلف. عن الاحتلال وخداع المجتمع الدولي والنوايا الاستعمارية التوسعية، كتب سري القدوة مقالاً في صحيفة الدستور الأردنية، جاء فيه: التصعيد الحاصل في هجمات الاعتداءات من قبل ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم ومدارسهم ومؤسساتهم التعليمية، وإقدامهم على حرق المزيد من الحقول الزراعية واقتلاع الأشجار وعربداتهم على الطرق الرئيسة وإغلاقها، واقتحامهم للمدن والقرى الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية في موجات متتالية من الهجمات والاعتداءات الاستفزازية التي لا تتوقف بإشراف وحماية ودعم قوات الاحتلال، وفي تبادل مفضوح للأدوار مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كسياسة حكومية رسمية، يسابقون الزمن في محاولة فرض المزيد من الوقائع الجديدة التي تخدم مخططهم على الأرض، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتواصلها الجغرافي وفصلها عن عاصمتها القدس الشريف. تواصل دولة الاحتلال بأذرعها كافة العمل على تنفيذ مزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إذ باتت أشكال الانتهاكات والجرائم المختلفة تسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين يومياً، وإن تعددت فإن جوهرها واحد يصب في خدمة أعمال التهويد ومحاولات فرض السيطرة الصهيونية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بسرقة مزيد من الأراضي الفلسطينية أو هدم المنازل والمنشآت والعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال والمضايقات على حركة المواطنين بإغلاق الحواجز والمناطق الفلسطينية وعزلها عن محيطها وتواصلها الطبيعي مع المناطق الأخرى. وبالمقابل يستمر مسلسل اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف والتسارع الحاصل في عملية تهويدهما وفرض السيطرة الصهيونية عليهما وأداء مزيد من الطقوس والصلوات التلمودية فيهما. والآن إلى رسوم الكاريكاتيرية. بموقعها المطل على شمال غربي الخليج العربي، تحتضن مدينة الكويت مجموعة من المعالم البارزة التي تلفت نظر الزوار والسياح على مختلف أطيافهم، من بينها المسجد الكبير.
يعد المسجد الكبير في الكويت من أكبر المساجد على مستوى الإقليم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. صمم المسجد الكبير المعماري العراقي محمد صالح مكية بمزيج من الطراز الأندلسي والشرقي وفق تراث معماري إسلامي تقليدي يحمل بصمات العمارة العربية في كل أرجائه. انطلقت مسيرة بناء المسجد عام 1979 بمساهمة 50 مهندساً وأكثر من 400 عامل مع تكلفة بلغت ما يقارب 45 مليون دولار. وفي عام 1987 افتتح المسجد وصار منذ ذلك الحين معلماً دينياً يتوافد إليه المصلون من الرجال والنساء بأعداد كبيرة، خاصة أن مساحته الإجمالية تتسع لأكثر من 60,000 مصلٍ. عرس في الجزائر يتحول إلى مهرجان كبير بسبب دموع والدة العريس، حيث أثارت دموع امرأة جزائرية أحزنتها قلة حضور حفل الحناء الخاص بابنها تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليتحول عرس ابنها لاحقاً إلى ما يشبه المهرجان. بدأت القصة عندما خرجت أم الشاب سفيان عقاقنة وهي من ولاية خنشلة الجزائرية لتضع الحناء على يد ابنها، وهي إحدى العادات في الجزائر قبل حفل الزفاف، فتفاجأت بأن ابنها يكاد يكون وحيداً والمكان شبه فارغ. دموع والدة سفيان دفعت عدداً من صفحات المنطقة على الفيسبوك لنشر الخبر وتوجيه دعوة إلى أهالي المنطقة لحضور عرس الشاب سفيان وإعادة البسمة لوالدته. والآن نتابع معكم مشاهدين فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. كبرت والناس كلها بتعيش بطرابلس ما دغري بتعرف انه هن بمدينة مهمة. صار عندي وعي على أهمية هالمدينة، تخصصت بترميم المباني الأثرية وصار حسيت عندي بقى واجب انه ورجي الناس كلها بكل جنسياتها وعرقياتها وطوائفها على هالمدينة ونورجي أهميتها وقديش كانت مدينة عريقة بالتاريخ الحديث والقديم. من المهم أن نوثق الزخرفات اللي ورثناها من الحضارة المملوكية والفاطمية والعثمانية بمدينة طرابلس، وعملت مسح كامل للمباني اللي عندنا اياهم. لقيت زخرفات موجودين على المحراب، على الارض، على الدكه، على الحيطان، ووثقتهم وما تم توثيقهم من 700 سنه. هلا اكيد كونسبت التوثيق هو مهم كثير، لازم يكون يعني موجود ضمن مديريه الاثار ووزاره الثقافه، وهذا الشيء نحن بنتعلمه بالترميم. مشان هيك لقيت انه من واجبي انه نوثق هول الزخرفات الموجوده وهول النقوشات، لا سمح الله اذا خسرنا شيء منهم يكون موجودين عندنا عائله موثقين ممكن نعيد او اعادتهم مره ثانيه محل ما كان. نحن بنعمل دائما جولات ضمن المدينه، بنبلش من التل بنتجه الى المدينه طرابلس المستجده اللي هي طرابلس المملوكيه اللي انشاوها بال 1289، بنورجي الجامع الكبير تبعها، بنورجي الاسواق، يعني جماليه الاسواق واصول واصاله الاسواق، لانه بعد عندنا اسواق بنفس الوظيفه من 700 سنه بعدها شغاله. بنورجي القلعه اللي نحن هلا ضمنها اللي هي اكبر قلعه بلبنان، وبنرجع بنورجي خانات ومدارس وحمامات المدينه. إذن وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.